اندلعت الاحتجاجات في ولاية ويسكونسن الأمريكية، وذلك بعد أن أطلقت الشرطة النار على رجل ذي أصول إفريقية، وقد تم تصوير حادث إطلاق النار من قبل بعض شهود العيان. وقد اجتاحت الاضطرابات المدينة لليوم الثالث، حيث أحرق المتظاهرون المباني والسيارات، وتم استدعاء الحرس الوطني لحماية البنية التحتية الحيوية، وفقاً لحاكم ولاية ويسكونسن توني إيفرز. ألزمت السلطات في كوريا الجنوبية مواطنيها لأول مرة بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة الداخلية والخارجية على حد سواء، حيث تواجه البلاد الآن زيادة في عدد حالات الإصابة، وذلك بعد أن أبلت البلاد بلاءً حسناً في احتواء انتشار الوباء في البداية، كما فرضت الحكومة قواعد أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي في أجزاء أخرى من البلاد. تم تسجيل أول حالة موثقة لعودة الإصابة بمرض كوفيد-19 في هونغ كونغ، حيث جاءت نتيجة فحص أحد السكان المحليين العائدين من إسبانيا إيجابية، وذلك على الرغم من تشخيص إصابته بالفيروس سابقاً في مارس الماضي. وقال العلماء إن السلالات الفيروسية مختلفة، مضيفين أن الحالة تثير تساؤلات حول فاعلية اللقاحات ومناعة القطيع، بينما كان علماء آخرون أكثر تفاؤلاً في ضوء تفرد الحالة. تم الحكم على برينتون تارنت الأسترالي المتهم بقتل 51 شخصاً في مسجدين بمدينة كريست تشيرش في نيوزيلندا العام الماضي بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط، وهذه هي أشد عقوبة تصدر في البلاد منذ أن ألغت عقوبة الإعدام في جرائم القتل عام 1961. قفز معدل التضخم في لبنان إلى 112.4% على أساس سنوي في يوليو 2020 وسط توقعات بحدوث انهيار اقتصادي، وبذلك فإن لبنان أصبح أول بلد يعاني من تضخم جامح في يوليو 2020، وكان التضخم في لبنان قد اقترب من نحو 90% على أساس سنوي في يونيو 2020 قبل أن يسجل هذه القفزة الهائلة. تقرر تأجيل قمة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي التي كان من المزمع عقدها في يناير 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ويخطط المنظمون لتحديد موعد جديد لانعقادها في أوائل الصيف المقبل. وقال المنتدى في بيان له يوم الأربعاء: نصيحة الخبراء هي أننا لا نستطيع استضافة الحدث بأمان في يناير. طالبت حكومة الأرجنتين رسمياً ببدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للمساعدات المالية، عوضاً عن برنامج التمويل السابق البالغ قيمته 57 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ صندوق النقد. وطالب وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتين غوزمان ورئيس البنك المركزي ميغيل أنجل بعقد محادثات رسمية مع الصندوق من أجل الحصول على برنامج جديد ليحل محل القرض القديم الذي تم الاتفاق بشأنه في ظل إدارة الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري.